اول معجزه زي ما كنت بتكلم النهارده اللي هي التوبه. انسانه كانت خاطيه جدا جدا جدا، بتقول السمريه ما كانتش تيجي فيا حاجه، وكانت بتمارس الرذيله بكل معانيها، وكانت بعيده عن المسيح وبعيده عن ربنا وبعيده عن الكنيسه، لدرجه انها بدات تبعد خالص وتنحرف في سكه لا يعلم مداها الا الله. فبنتها قالت ابونا ابونا الحق ماما هتضيع، ماما ضايعه ماما ضايعه. ابونا يروح يخبط على الباب يزورها، تروح رازع الباب في وشه تقول له امشي اطلع بره، انا ما احبش اسس يخشوا بيتي. تخبط عليها تاني تكون يروح لها تاني برضه تطرده من البيت. كذا مره ابونا راح لها على مدى شهور، وفي الاخر قالت له انت عايز ايه؟ قال لها انا عايزك تيجي الكنيسه مره واحده صلي قداس وبعد كده تروحي ومش هجيلك تاني بعد كده. قالت له بس كده؟ وما اشوفكش تاني ولا اشوف حد في الكنيسه خالص؟ قال لها اه. قالت له طيب. فراحت الكنيسه في اليوم ده، وابونا قعد رفع الذبيحه باسمها، قال له يا رب انا دخت سنه عشان اجيب الست دي الكنيسه، لو انت ما عملتش معاها حاجه هتضيع مننا وتضيع معاها، لانها من عيله كبيره، عيله السكي. اطلب من طنطا ويقول لها في شارع الازهر تجار كبير كبار، ناس محترمين يعني كبار. فراحت بعد كده دخلت الكنيسه وهنا بدموع بقى بيصلي لها، وكانت المعجزه الاولى. خلصت القداس، بص يا عم انا بعيط، ابونا ممكن اقعد مع قصتك شويه، انا عايز اعترف. ابونا قال ايه؟ تعترف؟ اشكرك يا رب. ابتدت تفوق لنفسها، بدات تفوق وقعدت ثلاث ساعات تعترف. قالت انا حاجه حرجت قلبي، انا كنت عاميه وفتحت، ربنا كشف لي ان انا كنت ماشيه في سكه هتضيعني وتضيع اللي حواليا معايا. المهم يعني قدمت توبه جميله جدا جدا وتوبه قويه، بدليل انها في اليوم ده ما رجعتش حتى لبيتها ولا للناس اللي كانت ماشيه معاهم ولا السكه اللي كانت ماشيه معاها. يعني من دلوقتي خلاص قطعت خط الرجعه، ما بقتش حتى اروح اخد هدومي ولا اروح اعمل كده، ما رجعتش البيت، قعدت في الكنيسه. وكانت دي توبه قويه فعلا، دي توبه موسى الاسود، توبه قويه فعلا، ودي اللي فرحت قلب ربنا بيها. السماء تفرح بخاطئ واحد يتوب، السماء كلها أكثر من 99 مرة مش محتاجين للتوبة. وبعدين قعدت حوالي سنة تخدم في الكنيسة وبدأت تتعرف سيرتها، لكن طبعا هي معروفة إنها دي اللي كذا، فكانت تيجي تسلم على حد من الستات يقول لها ليك نفسي كمان تسلم علينا، مش أنت اللي كذا ولا من وشنا، فكانوا يشتموها يهزقوها ما ردوش حتى تستاهل أكثر من كده. أنا زعلت ربنا كتير قوي قوي قوي، لهم حق يعملوا معايا كده، أنا أستاهل، فما كانتش تتضايق، أنا فعلا أستاهل اللي عملوه فيا. فدي كانت المعجزة الأولى. بعد حوالي سنة بدأت تظهر عليها أعراض حاجتين، نزيف من صدرها، نزيف ده يميل في النار بيحرقها جدا 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 جدا، وجلطات في الرئة بتتكون، الدم بيتضل بيعمل زي حتة الكبدة كده تطلع لحد ظهرها، تتخنق تبقى هتموت، يعني يخبطها على ظهرها لحد ما ترجع الكتل الدم المتضلة ده، وفي كلاكيع في صدرها. فالدكتور قال دي علامات بريست كانسر وحاجه في اللنجز، ممكن تكون كمان ايه كانسر في اللنجز، فنعمل لها عمليه. لا مش عايز اعمل، قلت هتعملي عمليه غصب عني. لا العدله تعملي عمليه، لا العدله ما تشيلش تعملي العمليه، انت تروحي العمليه تروحي تعملي العمليه ما تجربش ربنا. فراحت حجزت مع الدكتور اللي بيعالجها في القاهره وقطعت التذكره وراحت تبيت عند ابونا اللي هو نفس ابونا ده اللي بيته بالصدفه يعني كانت جنب محطه اتوبيس. بيتها في اوضه فيها صوت العدل. اللي تنام هنا الصبحيه تطلع يعني عشان تروح تركب اتوبيس تعمل العمليه. الليله دي دخلت الاوضه قافل نفسها قعدت تعيط العدل. يا عدرا انا مش عايز اعملها، مش عايز اقطعه في جسمي، انا عايزك انت تعملها لي. يا عدرا لو ربنا قبل توبتي فعلا ما تكسفنيش يا عدرا. قعدت تتحايل على عدرا ساعتين الله اعلم قد ايه بدموعها، لحد ما ظهرت لها عدرا قالت لها انا هعمل لك العمليه. وجابت معاها الانبا شوي وشهيد ابانوت. هما الاثنين دول كانوا معاها، لانها اول ما بدات العدل تشتغل مسكت حست كي كانت نايمه، حست فجبت تمسكها وقلناها ايد العدل كده، قالت لها كاني ماسكه اسفنج، حاجه اسفنجيه. العدل راح نطرها كده اهو وخلت الايدين عندها كده اهو. فتحت صدرها وعملت العمليه وقفلتها
العادة طلعت أحسن من أي جراح في العالم، حتى ما سابتش العملية أثر في صدرها، وطلعت كل الكلاكيع وكله كله كله. الدكتور كان ربط صدرها برباط ضاغط عشان النزيف الشديد ده يقف، والعذرة أخذت من دمها وعلمت صلبان على رباط الضغط. رباط الضغط موجود معنا لحد النهارده، موجود معايا حتى بالشنطة فوق وحتة منه يعني. وكانت معجزة جبارة انتشرت في البلد كلها. وقالت صبحية أبونا قال ما مش هنعمل، قالت له مش رايحة مصر، العذرة حصل كذا وكذا وعملت العملية. هيصنا بقى ورحنا كنيسة الأنبا بشوية وعملنا تمجيد للعذرة، والموضوع انتشر في البلد. ورحنا قداسة بابا شنودة وقال فعلا ان ربنا قبل توبتك، وبعت لجنة مجمعية تبحث الموضوع كل المعجزة، وشافت التقارير اللي كانت قبل كده وبعد كده، واعترفت بالمعجزة اعترف رسمي ونشرت في مجلة الترابة في اواخر مارس اوائل ابريل 1990. كان يوم المعجزة بتاعت الشفاء 20 فبراير 1990. وبدأ الموضوع ينتشر في البلد. بدأ بقى ايه طبعا الموضوع ينتشر، وبعض الناس برضو ما زالوا معتقدين انها خطية، ازاي تحصل معجزة مع واحدة خطية. لكن تابت فالعدل عشان تكرم المعجزة وتخلي لها ذكر عشان الناس تقول ايه حكاية الزيت ده، هو خلت الصورة اللي كانت فوق السرير تحت نزل زيت، والزيت ده هو اللي بناخد منه باستمرار. قال الدولة لازم تسيب بورسعيد عشان البلد هايصة، وازاي محترحين يحصل معاهم معجزة ومسلمين مشروعهم. المهم يعني جبنا لها صورة تانية واديناها لها اخت الصورة دي بالظبط، انا خدت الصورة الاصلية عندي في مصر الوطنية. وراحت قعدت حوالي سنتين في دار القديسة دميانة، ولما رجعت بعد كده حطينا الصورة في كنيسة الانبا بشوي، ومن يوميها الصورة في كنيسة الانبا بشوي. تذكار عيد العذراء، تذكار معجزة الزيت كل سنة يوم 15 16 17 18 في الفترة دي بينزل الزيت من الصورتين، الصورة اللي في كنيسة الانبا بشوي والصورة اللي في المترانية. بس الانبا بشوي بتنزل اكتر عشان في دوار اكتر جدا جدا جدا، انا منع الزيارات عندنا خالص الا بس الاحباء الناس المخصوصين يعني بس. ومن وقتها كل سنة تميت أكتر 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 أكتر. كانت الأول بينزل زيت لمدة أيام، بعد كده بقى أسابيع، بعد كده بقى شهور، كانت تقريبا معظم السنة عشان نكفي الكميات الكبيرة اللي الناس بتطلبها دي، ألفات ألفات ألفات. وبتيجي بقى مجموعات لطيفة جدا من هنا ومن هنا، أحباش كلهم يجوا 12 أوتوبيس 600 واحد يقبلوا الكنيسة كلها ويقعدوا يترنمهم من كل الجنسيات بتيجي من كل الأمم. حقيقة بركة كبيرة جدا، كمية معجزات حكيت لكم انا اتنين منها امبارح وغيرها عشرات المعجزات، وفي كتب كتيرة اتكتبت في الموضوع ده هو، وبركة كبيرة نشكر المسيح عليها مستمرة لحد النهاردة. الست دي تنيحت من حوالي 8 سنين او 10 سنين مش فاكر بالضبط امتى، بعد جالها شوية امراض كده هو، والعذراء قالت لها يعني ظهرت قالت لها انت هتجيلك مرض كذا 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 ومش هشفيكي عشان ده المرض هو مرض الموت بقى، تستعد عشان تيجي عندنا في السماء كله. وفعلا مرض بكذا مرض غرغرينا في اسمها بقى اقطاع صوابعها حاجات كده اهوت يعني. وتقول انا اشكر ربنا على كل اللي ربنا ادهوني، وانا بستحمل كل الالام بتاعت المرض ده، وربنا يسامحني على اللي عملته في حياتي وربنا يقبل توبتي. وكانت سيره حلوه بالنسبه لها. والزيت ما زال، احنا افتكرنا الزيت مش هينزل تاني، لكن الزيت موجود في كنيسه الانبا بشوي، هي كانت ثابته من سنين يعني. راح البابا شولا بالمناسبه كان كرسها، قلت له يا سيدي ينفع تكريس الارامل؟ قال لي اه ما فيش ما يمنع من تكريس الارامل، هي كان جوزها مات وبناتها اتجوزوا، فبابا شولا بنفسه كرسها مكرسه باسم القديسه اليصابات. وعاشت في بيت التكريس خدامه، هي انسان بسيطه قوي، بتعرف لا تقرا ولا تكتب على قدها يعني، لكن يعني قليلة العلم لكن كثيرة الإيمان، إيمانها قوي جدا جدا بربنا، وعاشت مع ربنا حياتها لحد ما كملتها بسلام وسافرت للسماء وتسكن عند المسيح بقى في السماء. لكن الزيت ما زال بيجي لحد إمتى أنا ما أعرفش. بركة العدد تكون معانا وتكون معاكم لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد أمين.